يا أخواننا أنتم في هذا البلد لابد تجتمعوا تجتمعوا على السنة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تتعاونوا أنتم المسلمين في العلم في التعلم في العمل في الصلاة في الصيام في الدعوة إلى الله لابد أن يرى الكفار حالكم أنتم أهل الإسلام حتى يقول ما شاء الله أنا أريدكم منهم لابد أننا الإسلام يظهر علينا ليس فقط بالكلام لابد أن يزيد عدد المسلمين لابد أننا نتعلم الآن عندنا وسائل مطورة ولله الحمد لا تقل أنا في رواندا وأنا لا أعرف اللغة العربية لا هذا كله من الشيطان في أناس من رواندا تعلموا الحمد لله وحفظوا القرآن وكانوا أئمة اطلب من الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم وجزاكم الله خيرا.